decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. If I recall, whether or not, what would happen if, in fact, after this, I think the context is that whether or not they're pulling back from Fallujah and the, I mean, from the Kherson, the city of Kherson. أيها العالم، الملتقى حاسم، والنصر قادم، والنصر قادم. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فكوني أخت كابول لجيش الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة. فكوني أخت كابون لأهل الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة. يا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر، قسمنا أن نمزقهم برشاش الردى الزائر. فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر، قسمنا أن نمزقهم برشاش الردى الزائر، برشاش الردى الزائر، برشاش الردى الزائر. الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. عاودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكين. فهيا عاودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكين. هيا 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 بالسكاكين، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قودي العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري.